بسم الله. اعداد الكم بتبان بتلخبط. عشان اثبت لنفسي ان انا بغلط او لا، بغلط بعذر او لا، لازم اشوف بغلط في ايه في الحل. لازم احدد اخطائي عامله ازاي. ركزوا كده للمره الاخيره. الاخيره ايه؟ المره الالف، وهعيد كمان الف مره لو عايزين. اعداد الكم بتتكلم على ايه؟ اعداد الكم دول عددهم اربعه. بكل بساطة بيوصفوا لي حركة الإلكترون وصفا دقيقا. أول عدد من أعداد الكم اسمه عدد الكم الرئيسي. ما سمعتش صوتك. اسمه عدد الكم الرئيسي. عدد الكم الرئيسي بيرمز له بالرمز. ممتاز. عدد الكم الرئيسي كان بيوصف لي حاجتين، إيه هما؟ ما تسمعني صوتك. مستويات الطاقة الرئيسية، مستويات الطاقة، وكانت بتاخد أرقام من 1 إلى 7. كانت بتوصف لي كمان عدد الالكترونات في كل مستوى طاقه رئيسي طبقا للعلاقه. صعبه الاسئله تيجي هنا ازاي؟ اول سؤال يقول لي لو عندك عدد كم لا ياخذ صفر ولا ياخذ كسر ولا ياخذ سالب، عدد الكم اللي بنرمز له بالرمز، عدد يحدد رقم المستوى الرئيسي، يبقى مين؟ عدد الكم الرئيسي. عدد الكم الايه؟ عدد يحدد بعد الالكترون عن النواه، يبقى عدد الكم. العلاقة 2 ان تربيع تنطبق على المستويات من 1 إلى 7. من 1 إلى 7. يبقى هنا عدد الكم الرئيسي بيحدد عدد الالكترونات في كل مستوى طاقة رئيسي، واداني علاقة هي 2 ان تربيع، بس خلي بالك تنطبق على المستويات من 1 إلى 4. من 1 إلى 4. بعد 4 لا، 1 كان بيشيل 2 الكترون، 2 بيشيل 8، 3 18، 4 32، أكتر من كده ما يزيدش عن 32. وجد العلماء أن كل مستوى طاقة رئيسي مقسم من الداخل إلى مستويات فرعية. قالوا طالما في مستويات فرعية بقى فمحتاجين عدد يوضحها. فقالوا في عدد اسمه عدد الكم الثانوي، اسمه عدد الكم الإيه؟ بيحدد أو بيتكلم عن المستويات الفرعية. فهيدي المستويات الفرعية رموز أسمعهم اس بي دي اف. يبقى استنى، عشان اكلمك على عدد الكم الثانوي لازم تسالني سؤال وتقول لي احنا في الرئيسي رقم كام. تاني، عدد الكم الرئيسي عرفت وظيفته، بيحدد مستويات الطاقه الرئيسيه، خلاص. عدد الكم الثانوي بيوصف حاجات جوه المستوى الرئيسي. فنصيحه من اخوك، ما تتكلمش على الثانوي غير لما تعرف انت في الرئيسي رقم كام. تاني، ما بتكلمش على الثانوي غير لما اعرف الرئيسي رقم كام. عدد الكم الثانوي بيوصف مستويات الطاقه الفرعيه، بيوصف لها حاجتين، اسماء او احرف للاس بي دي اف، وما بنتعاملش بيها غير للمعرفه. بنتعامل بقيم اللي هي 0 1 2 3. فلما اجي اكلمك على المستويات الفرعيه اقول لي اعرفهم اساميهم ايه، ارقامهم ايه؟ 0 1 2 3. خلص عدد الكم الثانوي، شكرا. خلص. ردوا عليا، عدد الكم الثالث اسمه عدد الكم الايه؟ ما سمعتش. رمزه ايه؟ قولوا تاني. اسمه ايه؟ ما والله سقط في حته من دول، الباقي كله بلح. ليه؟ مجرد ما دخلت في الرئيسي بدات افرع. اللي بعد الرئيسي مرتبط بالرئيسي اللي اسمه الفرعي. الفرعي هلاقي جواه حاجات اسمها اوربيتالات هيوصفها الام ال. عدد الكم المغناطيسي بيوصف الاوربيتالات الموجوده داخل المستويات الفرعيه، بيوصف الايه؟ الموجوده داخل المستويات الايه؟ اما تصلي بينا على النبي. المستويات الفرعيه اللي عندك هي اس بي دي اف. ده بقى هيوصف لي حاجتين، هيوصف لي عدد الاوربيتالات وهيوصف لي اشكالها وطاقتها. يبقى هيوصف لي عددهم وهيوصف لي اشكالها. عدد الكم الثانوي بيوصف عدد الموجوده في المستوى
هيوصف بس. قال لي ويديني اشكال ويديني قيم، يديني اشكال ويديني ايه؟ عايزك تصلي على النبي كده وتسمع معايا بقلبك. الله يسعدك. بسم الله. احنا قلنا ده هيوصف الاوربيتالات اللي جوه المستويات الفرعيه. سمعهم لي تاني كده معلش. اس بي دي اف. هو ما مش هيوصف دول، لا 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 لا، ده اللي بيوصفهم ال، هو هيوصف اللي جواهم. ما تركز بقى، قال لي ايه اللي جواهم بقى؟ بسم الله. هيقول لك ان الاس عنده اوربيتال واحد، الاس عنده اوربيتال رقمه صفر. هيقول لك ان البي عنده ثلاث اوربيتالات، البي عنده كام اوربيتال؟ واحد في اتجاه الاكس، واحد في اتجاه الواي، واحد في اتجاه الزد. البي بس اللي انا باخد لها الاتجاهات بتاعتها، عشان وريت لك المره اللي فاتت اهم، وريتهم لك المره اللي فاتت وهنفضل نتسال عليهم طول الوقت. كل مره يتلعبك واظبطهم انا برضه اهو. فحضرتك لازم تعرفني ان اول واحد ده في اتجاه الاكس، الثاني في اتجاه الواي، الثالث في اتجاه الايه، ومش مسموح لك تلخبطهم. البي اكس اول واحد، بي واي بعده، بي زد بعده. وده يا اولادي رقمه، بص بص بص، رقم البي انت عارفه كام؟ استنى بقى لما اقول لك صلي على النبي تاني. قبل ما تتكلم على الام ال لازم تعرف انت في انه ال، قبل ما تتكلم على الام ال لازم تعرف انت في انه ال. ال بتاعت البي بكام يا اولاد؟ يبقى الارقام بتاعت الام ال المعبره عن المستوى الفرع بي، بص يا بابا، سالب واحد صفر موجب واحد، سالب واحد صفر. بسط الامور على نفسك عشان تتكلم على عدد الكم المغناطيسي. قول لي انا في انه مستوى فرعي؟ هقول لك في الاس. قول لي مربع واحد رقمه صفر. عشان اقول لك احنا في البي، قول لي ثلاث مربعات بي اكس بي واي بي زد ارقامهم سالب واحد صفر موجب ايه؟ واحد. صعب الكلام؟ طب لو قلت لك احنا في المستوى الفرعي دي، تتكلم على الام ال، قلت لي بس المستوى الفرعي دي ال بتاعته بكام يا اولاد؟ ما سمعتش ال بكام؟ وعنده كام اوربيتال يا اولاد؟ خمسه. عنده كام اوربيتال؟ هقوم راسمهم لك. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. اللي بيتكلم ورايا يسكت عشان ما هزقوش. الخمس اوربيتالات اديهم ارقام. قال لي يا مستر قبل ما اديهم ارقام هسالك سؤال، هي ال بتاعتهم بكام؟ ما تردوا عليا، ال بكام؟ الارقام بتاعتهم تبقى بادئه من سالب 2 سالب 1 0 1 2. صعبه؟ طب انا هسكت شويه واسمع عيالي وقولوا لي عدد الاوربيتالات الموجوده في المستوى الفرعي اف كام؟ ما سمعتش؟ سبعه، يعني سبع خانات. مستر ارسمهم الاول. حاضر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. قبل ما تقول لي ولا كلمة في أرقامهم، قول لي يا مستر استنى لما تفكرني هي الإف رقمها الإل بتاعته بكام؟ ما سمعتش؟ إذا أرقام الإم إل لو أنا في المستوى الفرع إف أنت، يبقى سالب ثلاثة سالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين ثلاثة. صعب الكلام؟ طيب الحزين على عينه اللي مضايقك يا بابا، اللي اسمه عدد الكم المغزلي، قسما بالله ما في غير حاجه بسيطه خالص. عدد الكم المغزلي بيوصف حركه الالكترونات. اولا بنرمز له بالرمز ام اس، وده يا حبايبنا بيوصف حركه الالكترون. هيقول لي جوه الاوربيتال الواحد، يبقى ركزوا، الام اس بيوصف حركة الإلكترون داخل الأوربيتال. أنا عندي كم إلكترون ممكن يبقوا جوه الأوربيتال؟ مفيش أقصى من كده. أي أوربيتال يعني أي مربع من اللي أنا راسمهم يا أولادي لا يتحمل أكثر من 2 إلكترون. قال لي عظيم. أنا بقى عايز أوصف حركة الاتنين إلكترون. قال لي بكل بساطة اللي بيوصف الحركة بنرمز له بالرمز ام اس. اللي بيوصف الحركة هيقول لك حاجتين بس خلي بالك منهم. لو في الكترون واحد هيبقى وشه لفوق، لو في اتنين يبقى واحد وشه لفوق والتاني وشه، فهيوصفهم كده وصف يا بابا بس بارقام. هيقول لك اللي وشه لفوق قيمه الام اس بتاعته بموجب نص، واللي وشه لتحت قيمه الام اس بتاعته بكام يا اولاد؟ بس يا جدعان والله ما في غير كده. يا جماعه اللي متضايق من عدد الكم المغزلي ده غلبان يابا. ده بيوصف حاجتين بس، حركة الإلكترون في أنه اتجاه وبيديها قيمة بس. بيقول لك هو أول إلكترون اتحط يبقى وشه لفوق موجب نص. أنت متضايق من الرقم؟ لما أقول لك موجب نص يعني وشه لفوق، ما إحنا قلنا الرقم يعني شيء. فالموجب نص تعني وش أمه لفوق، سالب نص وش أمه لفين؟ وش أمه بيتحط لتحت لما يبقى في حد جنبه بس.
ليه بقى مستري؟ هقول لك يا عم سؤال علل. ليه واحد وشه لفوق واحد وشه لتحت؟ انا اسف، ليه واحد فيهم بيدور مع عقارب الساعه وواحد فيهم بيدور عكس عقارب الساعه؟ بقول له حتى يقلل التنافر بينهم لان الاثنين سالم. كيف يقلل التنافر؟ اقول لك واحد فيهم بيلف مع عقارب الساعه بيعمل مغناطيس، الثاني بيلف عكسه فبيعمل مغناطيس مخالف. انا جاوبت يا حبيبي، اللي بيلغي التنافر التجاذب، فكده حدث تجاذب. عدد الكم المغزلي ام اس اس سبين روتيشن بيوضح لي الدوران بتاعه حوالين محوره بيلف ازاي، يا اما مع عقارب الساعه يا اما عكس عقارب. حبايبنا الحلوين ليه بيعملوا الحركه دي؟ قال لي هذا خلق الله، اعرف السبب. بيلف معه والتاني بيلف عكس حتى يولد كل منهما مجال مغناطيسي معاكس للآخر. شكرا، خلصت. أي من الأشكال البيانية الآتية تعبر عن العلاقة بين قيمة الإل؟ هي قيمة الإل دي يعني إيه؟ يا أولاد المعلومات أنا بطلعها اهي، بجيبها من مصارينها اهو. أول ما شفت قيمة الإل رحت سأل نفسي هي إيه قيمة الإل دي يا اسطى؟ اللي هي بتعبر عن إيه يا اسطى؟ عن المستويات الفرعيه اللي هي ارقامهم ايه يا اسطى؟ 0 1 2 3. قوم كاتب المعلومه. قلت له يا مستر ال دي يعني اس بي دي اف ارقام 0 1 2 3. عايز تعمل علاقه مع مين يا مستر؟ هل تعلم ان الاوربيتال عدد الاوربيتالات اللي في اس عددهم كام؟ طب البي عنده كام اوربيتال؟ طب الدي عنده كام؟ طب الاف عنده كام؟ 1 3 5 7 اللي هي كنت برسمها مربع، برسم 5 مربعات، برسم 7 مربعات، برسم 3 الاول وبعد كده 5 وبعد كده 7. يا عم يوسف كاني عملت لك جدول وبقول لك تعرف ترسم العلاقه بين قيم ال اللي هي 0 1 2 3 وقيم الام ال اللي هي عدد الاوربيتالات اللي موجوده عندك، او عدد الاوربيتالات اللي عندك اللي هي عدد الاوربيتالات. اختار لي الشكل المناسب يا باشا. في ناس كتير اختارت جيم، بنقول له تعالى لما اعلمك رسم بياني من اول خالص. عارف جيم معناها ايه؟ جيم معناها هنا الزيرو، يعني قيمة ال لو كانت زيرو قال لي في قيمة زيرو، فعدد الاوربيتالات اللي جواها زيرو. كلامك صح ولا غلط؟ لسه اللي ما فهمش بقول له اصبر عليا. الاجابة بيه لما يكون قيمة ال بزيرو فعدد الاوربيتالات اللي موجوده جوه كانت واحد. ليها معنى دي؟ ليها. لما يبقى قيمه ال ال بواحد فعدد الاوربيتالات يبقى كام؟ لما قيمه ال ال تبقى باتنين، لما قيمه ال ال تبقى ثلاثه، يبقى كل واحد فيهم كده قيمه مكتوبه على الرسم البياني ده. يا سودا لو ما تكونش بتعرف رسم بياني، بتاخد ارقام من جدول تحط حد على الاكس وحد على الواي، حد على اللي نايم وحد على اللي واقف. هو قال لك اللي نايم ال فتحط القيم بتاعته 0 1 2 3 اهم، كل قيمه من دول تقابلها قيمه على الخط، فالقيمه الواحد قابلتها على الخط 3، قيمه الصفر قابلتها على الخط 1. اذا دي الرسمه الصحيحه، لان قيمه ال ال 0 ليها رقم 1، ليها رقم كام؟ عدد اوربيتالاتها 1. رقم 24، يمكن ان يتفق الاوربيتالين 2 بي اكس و 2 اس. يا ولاد هو ال 2 بي اكس ده موجود عند المستوى الفرعي اكس صح؟ المستوى الفرعي بي صح؟ فانا يعني مشكورا هرسم لك المستوى الفرعي بي الثلاث اوربيتالات بتاعته. قول يا بي ده اسمه ايه؟ بي اكس، ببدا بالبي اكس، بعد كده بعد كده ارقامهم بالمره سالب 1 0 1. طيب والاس عنده كام اوربيتال؟ 1 اللي هو رقمه 0. ملك الكلام على مين؟ قالت لي يا مستري الكلام على الاوربيتال ده والاوربيتال ده. هسالك كام سؤال. هل متفقين في عدد الكم المغناطيسي؟ ده عدد الكم المغناطيسي بتاعه كام؟ اللي هو رقمه يعني سالب 1، ده رقمه كام؟ مش متفقين في عدد الكم المغناطيسي. هل الاثنين متفقين في الشكل؟ لا، واحد فيهم بتاع البي اكس شبه الكمترتين والتاني شكله كوره، يبقى مش متفقين في الشكل. هل متفقين في الطاقه؟ قال لي لا، الاس اقل طاقه من بتوع البي كلهم.
هل متفقين في الاتجاه؟ ده بيدور في اتجاه الاكس، ده كروي في كل الاتجاهات اكس واي وزد. ناقصك مين؟ فهمها لي بقى. ممتازة. الاوربيتال الواحد لا يتحمل اكثر من 2 الكترون. اذا الاوربيتال الواحد من بتوع البي يتفق مع الاوربيتال بتاع الاس في عدد الالكترونات الموجودة في كل منهما. الاجابة جيم. السؤال 25، الشكلين اللي قدامي دول لو لاحظت ان الشكلين كورة، بس في كورة صغيرة وكورة اكبر، كورة صغيرة وكورة كبيرة، بقول له يبقى الاثنين نفس المستوى الفرع اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اس. الفرق ما بين الاثنين في ايه؟ ها؟ ده في الرئيسي قليل، ده في الرئيسي الايه؟ اثبت لك اهو، لسه العيال ما خدتهمش اهي. وهي الكرة الصغيرة دي موجودة في مستوى رئيسي قليل، الكرة الكبيرة موجودة في مستوى رئيسي أكبر. الاثنين بيشيلوا نفس عدد الإلكترونات، الاثنين ليهم نفس الشكل لكن مختلفين في رقم المستوى الرئيسي، الاثنين ليهم نفس عدد الأوربيتالات على فكرة، ده عنده أوربيتال وده عنده أوربيتال، يبقى الإجابة هتبقى مختلفين في عدد الكم ليه يا أولاد؟ هو بيسألني مختلفين، أوجه الاختلاف بينهم بقول له عدد الكم الرئيسي. يا رب أي من الاختيارات الآتية يتشبع بالعدد أكبر من الإلكترونات، فأنا قلت كل اختيار عايز أشوفه بكم إلكترون موجود. فالاختيار ألف إقراء، سألته بيشيل كم إلكترون؟ شيل العك اللي أنا كاتبه. مش ده المستوى الفرعي 4 دي؟ وأي دي في الدنيا بتشيل 10؟ قول بقى جاوب، ليه 2؟ ليه قلت 2؟ بص على السؤال. يعني واحد اوربيتال موجود في اي ده هيشيل كام الكترون؟ يا جماعه الفور دي عنده 5 اوربيتالات صحيح، 1 2 3 4 5. يا جماعه هو ما قالكش كل الاوربيتالات، ده بيقول لك احداهم، واحد فيهم، قال لي واحد فيهم يشيل 2 اخره. اذا الاختيار الف اقصى عدد يتحمله 2 الكترون، لانه بيقول لي احد الاوربيتالات الموجوده في الدي. المستوى الفرعي 3 دي كله ولا احد اوربيتالاته؟ كله. دي بتشيل اقصى عدد كام يا اولاد؟ يبقى الاختيار ب 10. جيم، المستوى الرئيسي ان تساوي 2، قال لي ان تساوي 2 يعني الرئيسي الثاني كي بيشيل 2، الثاني بيشيل كام؟ يبقى ده اقصى عدد يشيله 8. بالله عليكم اتعلموا ازاي نجاوب. احد قال لي 2، خلاص ما احنا بينا نفهم حبايبي. دي الخازوق اللي انا حليت سؤال زي كده والله وانا بشرح، وقلت يا جماعه ركزوا على كلمه احد، احد الاوربيتالات لا يتحمل اكثر من 2 الكترون. اذا واضح قدامي بعد ما فهمت كل واحد من دول بيشيل كام الكترون ان الاجابه الصحيحه تبقى ايه يا اولاد؟ الاجابه ب، ده اكبر عدد من الالكترونات تلاقيه موجود عند المستوى الفرعي 3 دي. رقم 27 بيقول لي الالكترونات الموجوده في المستوى الفرعي 5 دي في احدى الذرات لا يمكن ان يكون عدد الكم المغناطيسي لها يساوي كام؟ ها؟ طب معلش انا كاتب يا اولاد 5 دي، ادي مستوى ده من اسئله الامتحانات، كاتب لي 5 دي، وايه اللي عايزك تقول لي قيم الان وقيم ال وقيم الام ال وقيم الام اس؟ يلا بنتي سمي الله كده وقولي لي قيمة ال اللي بتتجاب منين في الطريقة اللي انا كاتبه ده. صح، جبتيها منين؟ عشان 5. ايوه، عشان بتتكتب جنب المستوى الفرعي بيتكتب رقم الرئيسي بتاعه، فال ان تساوي 5. ممتازة. طب ال جبتيها منين؟ مشيتهم على صوابعي، اس بي دي اف 0 1 2. تاني يا مستر معلش، مستويات الفرعية كلهم اهم يا حبايبي، قيم ال اللي بتيجي من الحتة دي بس، اس بي دي اف 0 1 2 3. المستوى الفرعي اللي عندك اسمه دي، رقمه كام؟ حد زعلان؟ طيب الام ال بتيجي منين الام ال؟ قال لي من جوه ال ال، امسك ال ال وامسكها من السالب لغايه لما اوصل للموجب هلاقي عدد القيم اللي عندي يطلعوا كام قيمه؟ لا استنى يا مستر، انا عرفت ان المستوى الفرعي اللي معايا دي، رحت راسم كده 5 اوربيتالات، 1 2 3 4 5. تعلم من اخوك بقى الكبير، ما تتكلمش على قيم الام ال غير لما تعرف انت في انهي فرعي، وتقول لنفسك لو انا في الفرع اللي اسمه اس فانا عندي اوربيتال 1، لو انا في الفرع اللي اسمه بي فانا عندي 3، لو انا في الدي فانا عندي 5، لو انا في الاف فانا عندي 7. مفيش غير كده.
والقيم بتاعتهم من السالب حتى الموجب، مفيش اكتر من كده. بالمرة قيم الاس يا جماعة طالما ما حددليش رقم مكتوب هنا فوق، فانا بكتب الاحتمالين، يا اما يا اما. الله يسعدك يا مريم والله فرحتيني. اذا يا اولادي هو بيسألني على قيم عدد الكم المغناطيسي، هيبقى واحد من دول، سالب اتنين او سالب واحد او صفر او واحد او اتنين. ارجع لسؤال، بيقول لي المستوى الفرعي 5D، قلت له الان بتاعته بخمسة والال بتاعته باتنين والام ال بتاعته من سالب اتنين، سالب واحد صفر واحد اتنين، خلاص. مين القيمة اللي في دول؟ نركز في السؤال، بيقول لي لا يمكن، اختاري. صح، الباقيين كلهم في اللي انا كاتبه. انا فهمت الاول بعد كده جاوبت. وخدوا معلومة دايما، عمر الرقم بتاع الان ما يساوي الرقم بتاع ال. خد معلومة، عمر الرقم بتاع الام ال ما يزيد عن الرقم بتاع ال، عمره ما يحصل. اقولها تاني؟ تاني. عمر الرقم بتاع ال ما يزيد عن الان. عمر الرقم بتاع الام ال ما يزيد عن ال. سؤال 28، الالكترون الذي يكون عدد الكم المغناطيسي له يساوي سالب 3. عدد الكم المغناطيسي يساوي كم يا مستر؟ سالب 3. يحتمل ان يكون عدد كمه الرئيسي كام؟ الاسئله دي محتاجه افهم نفسي يا جماعه. اسئله عدد الكم كلها اقسم بالله مضمونه لو انت فهمت نفسك. انا هادي اهو، يلا يا امل. الالكترون اللي عنده عدد كم مغناطيسي سالب 3. قالت لها مستر بص، هو مفيش غير واحد بس اللي عنده عدد كم مغناطيسي بسالب 3. لما كنا بنقول سالب 3 لما يكون المستوى الفرعي اللي عندي مين؟ اف. والاف ده المستوى الفرعي رقم 4، فبيكون عند الرئيسي الرابع، قبل كده مفيش اف، صح؟ تاني كده يا امل، بص انا فهمت ازاي؟ سالب 3 اكيد الفرع بتاعها اف، وده ما يكونش موجود غير من اول الرئيس الكام؟ الرابع، لان الاول ما عندوش اف، الثاني ما عندوش، يا شاهد الثالث ما عندوش، من اول الرابع عنده اف، وبعد الرابع عنده اف برضه، يعني الرابع فما فوق الاقي عنده عدد كم مغناطيسي سالب 3 او موجب 3. قال لي جميل، ارجع للسؤال يا مستر، انا لقطت المعلومه. صح، ولو كنت حاطط مكان الأربعة دي خمسة تنفع، ستة تنفع، سبعة تنفع. ليه؟ قال لي ما احنا اتفقنا يا مستر ان طالما عدد الكم المغناطيسي سالب 3 يبقى ال ال عندي 3 اللي هي المستوى الفرعي اف، اللي هو بيبدا ظهوره من المستوى الرئيسي الرابع فاكتر، الرابع فايه؟ اذا الاجابه هتبقى 29، عدد الاوربيتالات في المستوى الفرعي اللي عنده القيمتين ان ب 3 وال بتساوي 2. ها؟ نفهم بالراحة، ان ب 3، أنا 29 بوضحها أهو، عدد الأوربيتالات في المستوى الفرعي اللي عنده ان ب 3، أنا صلحت السؤال ده يا جماعة ملونه عشان أفتكر، دي 2 معلش. عدد الأوربيتالات اللي موجودة في الدي كام؟ 1 3 5 7، يبقى كام؟ الالكترون اللي عنده القيم الاربعه، قالت لي استنى بقى اصلي على النبي كده اما ترجم لك، قلت لها عليه الصلاه والسلام انا معاك يا بنت وترجمي براحتك. يلا يا بنت، ان يا بنت ترجمي، ان بكام؟ يبقى 4. ال بكام؟ يبقى المستوى الفرعي اف اللي عنده كام اوربيتال؟ 7. ارسمهم 1 2 3 4 5 6 7 وارقمهم من اول سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3. حد زعلان؟ يا رب اللي يزعل يتفلق. هو اصلا عايزني اقول له هو اسمه ايه بس، ده انا افترضت انه ممكن يسال سؤال تاني، ممكن يقول لي قيم عدد الكم المغناطيسي يكون مخبيها ويقول لي، يقول لي احتمالات. يبقى الاجابه يا دكتوره ها 4F، احنا جبناها من الاول بسهوله. الكترون اكس له اعداد الكم الاتيه، الكترون عنده الاعداد دي، ترجم 0 1 2 3 اس بي دي. ام ال له تساوي سالب 1. قال لي استنى قبل ما اقول الام ال اقول لك عدد الاوربيتالات اللي في دي كام يا عم يوسف؟
واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ارقامه مع عم يوسف سالب واحد. حلو، خليك معايا بقى في الحته اللي جايه دي عشان فيها تركيه لذيذه. بيقول لك الالكترون اللي موجود، اسف قاعد في الخانه ايه سالب واحد لو قاعد هنا، تساله انت وشك لفوق ولا وشك لتحت؟ عشان قال لك الام ال بتاعته بكام يا ابني؟ قال لي صلي على النبي كده واسمع لما اعلمك. المفترض واحنا بنحط الالكترونات ما بنبداش من النص، بنبدا من الاول، بحط واحد وشه لفوق، اللي بعده وشه لفوق، اللي بعده وشه لفوق، اللي بعده اللي بعده وشه لفوق، ابدا اخلي وشه لتحت لما يبقى الالكترون اللي داخل رقم اتنين. بس ستوب، انا بتكلم على الالكترون اللي قاعد في الخانه سالب واحد اللي وشه لتحت، اللي هو ده. شايفينه ولا مش شايفينه؟ شايفينه. انت يا عم يوسف بيقول لي ما اعداد الكم للالكترون الذي له نفس الطاقه، يعني موجود في ال 3 دي ومتفق معاه في كل حاجه الا انه بيختلف عنه في عدد الكم الايه المغزلي. الله ينور عليك، يبقى زيه في كل حاجه، الان ب 3، ال ب 2، الام ال بسالب 1، ويختلف في الام اس بس يبقى مختلف عنه، فالاجابه هتبقى الف. يا اولاد انا كان كلامي على اكس اللي موجود ده اللي هو الاحمر، هو بيسالني على الواي اللي هو الازرق، بقول له زيه في كل حاجه، موجود في الرئيس الثالث، موجود في المستوى الفرعي دي، مختلف عنه بس ان وشه لتحت موجود معاه في نفس الخانه، مختلف عنه بس ان وشه لتحت. صعب الكلام؟ طيب. اي القيم الاتيه يتضمن خطا؟ سؤال 32، يلا بسرعه. الله يسعدك. بصوا يا اولاد على جيم ال ان ب 3 وال ال ب 3، قال لي استحيل يحصل. ليه استحيل؟ عشان دي بادئه بالصفر، المفترض تكون متاخره عنها بواحد. سؤال 33 اللي على الدور. اي من اعداد الكم الاتيه لا تتضمن خطا؟ تعالى بقى ما امشي معاك كده ابو سعيد، يقول لي انت قلت الاجابه ايه؟ د. دي صح؟ هنشوف. ان ب 4، ال ال متاخره عنها بواحد او اكتر صح؟ الام ال قيمه من السالب 3 للموجب 3، الاجابه د صحيحه. قول لي الف غلط ليه يا باشا؟ تعالى نتعلم. عشان ال ان وال ال بيساوي بعض، وقلت ده عمره ما يحصل. جيم غلط ليه يا باشا؟ عشان ما فيش الام ال موجب 3. عشان الام ال بتاخد القيم بتاعتها من ال ال، بتاخد القيم بتاعتها من الايه؟ فال ال عندي بكام؟ بكام؟ مش ممكن الام ال تزيد عن 2. 34، اي من القيم الاتيه لا تتضمن خطا؟ قولوا يا جماعه مين لا يتضمن خطا؟ ها؟ الف. ليه يا مستر الباقيين غلط؟ بصوا معايا كده الباقيين غلط ليه؟ بص بص هنا قيمه ال ال بكام؟ الام ال زادت عنها، وده ما ينفعش. دي غلط ليه؟ دي باربعه، دي بصفر، الام ال زادت عنها وده ما ينفعش. دي بكام؟ ودي باتنين، برضه نفس الكلام، يبقى الغلطة هنا كلها واحدة، إن الـ M L زادت عن قيمة الـ L، وده عمره ما يحصل. آخر واحدة، أي من القيم الآتية تتضمن خطأ؟ قولوا. ها؟ ليه؟ لنفس السبب، الـ M L كانت باخدة قيمة أكتر من قيمة الـ L. الإجابة جيم. الحصة الجاية إن شاء الله هحل معاك الشيت كاملاً.